وطني يا وطني وتحرير فلسطين وتحرير الشعبية. انسجاما مع الدعوة التي وجزها اللجنة الوطنية لدعم فلسطين والتضامن مع فلسطين ومناهضة التطبيع، تأتي هذه الوقفة كمبادرة وتلبية لهذا الدعاء من الجبهة الاجتماعية المحلية بمدينة فاس. هذه الوقفة هذه اللي كنخلدوا فيها هذا تضامننا المطلق واللا مشروط مع الشعب الفلسطيني والتضامن المطلق مع جميع الأحرار في العالم الذين يباركون هذا التضامن هذا. إذا نحن كلجنة هنايا اليوم كنعبروا على الإدانة ديالنا الشديدة للجرائم التي يقترفها العدو الصهيوني أو الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، في حق المدنيين الآمنين، الجرائم التي يقترفها بعدما تلقى التسهيلات وتلقى ما يسمى بصفقة القرن. وبهذه المناسبة نحن نرفض صفقة القرن ونعتبر على أن إرادة الشعوب هي التي تصنع الخرائط، والخرائط السياسية لا يصنعها الإمبريالية أو شيء أو كيف ما كان هذا أمريكا أو الحلفاء أو الإمبريالية. وفي هذا الاتجاه إذا نحن نرفض التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني، ونعتبر على أن الكيان الصهيوني غير مرحب به في بلدنا، ونحن سنناهض هذا التطبيع إلى أن نسقطه وإلى أن نطرد الكيان الصهيوني من وطننا. إذا نحن نعتبر على أن القضية الفلسطينية قضية وطنية، وأن القدس هي شرفنا والقدس هي بوصلتنا. إذا القدس نعتبرها هي التي هي التي ستحرر الشعوب العربية، وأن الشعوب العربية تحررها مرهون بالقضية الفلسطينية. لذلك فدائما نقول على أننا في صلب المعركة، في صلب الصراع مع هذا العدو الصهيوني الذي أنبتته الإمبريالية جسم سرطاني في الخريطة، في الأمة العربية وفي على مسافة الخريطة العربية. إذا بتأتي هذه الوقفة التضامنية التي تنظمها الجميع من الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية وكذلك المواطنين والأحرار في العالم. ونقول إذا كان الكيان الصهيوني قد استطاع أن يضع علم في عديد من العواصم العربية الأنظمة الرجعية، فإننا نقول على أن الراية الفلسطينية حملتها ملايين الأحرار في العالم. إذن نحن ندين التطبيع، ندين القوة الإجرامية، ندين الكيان الصهيوني، وندين أيضا هذا الصمت العربي الذي يراوغ والذي لم يستطع أن يعبر عن مساندته في بيانات واضحة، في بلاغات واضحة. إذا نحن مع القضية الفلسطينية، وأن القضية الفلسطينية سوف لن تموت ما دامت هذه القوة الحية والتي لها إرادة التحرر. وشكرا. إذا كنحضروا اليوم كفعاليات المجتمع المدني من أجل مساندة خوتنا في غزة والأقصى والقدس والداخل الفلسطيني، ومن أجل إثارة الرأي العام الوطني والدولي على أن المغاربة كلهم مع القضية الفلسطينية، وما يمكنش لأي عملية طبيعية أنها تقتل الوعي المغربي أو أنها تجعل من المجتمع المغربي مجتمع اللي ما عندوش تضامن مع المجتمع الفلسطيني. صحيح أن المغرب لديه مجموعة من التحديات اللي كنتفهموا من خلالها بعض العمليات السياسية، ولكن ملي كيوقع الاعتداء على الخوت ديالنا في فلسطين، الأكيد أن القضية الفلسطينية كتولي بحالها بحال الصحراء المغربية. وتحية من هنا لجميع الفعاليات السياسية والجمعوية والنقابية اللي حضرات اليوم كتافل هذه الوقفة الاحتجاجية، وكنتمناو إن شاء الله من هذه العمليات أنهم يزيدوا يتكتفوا في المستقبل من أجل الدعم ديال القضية الفلسطينية. وعاشت فلسطين، وعاشت غزة، وعاش الشعب المغربي.